السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Principle of Marketing, and today inshallah I will cover chapter 7, which is talking about the customer value driven marketing strategy, creating value for target customers. And sometimes the chapter ده ممكن نسميه ال STP, اللي هو segmentation, target and positioning. Let's start by case على شركة هينيكل. شركة هينيكل هي صاحبة البراند نيم اللي اسمها بيرسيل. دخلت في دول الخليج للغاف كوربوريشن كونسلز اللي هي دول الاتحاد دول الخليج او مجلس التعاون الخليجي بيسموها كده. فعملت سيجمنتيشن للماركت هناك, والكيس اللي انا هتكلم عليها هيبين لك ازاي لما بتعمل افكتيف سيجمنتيشن بتقدر تحقق ارباح عاليه جدا, بتقدر تعمل فاليو للتارجت كاستمرز بتاعك, اند ات ذا سيم تايم تقدر تعمل كابتشر فاليو للكمباني اللي انت شغال فيها. شركه هينيكل لقيت عملت ماركتنج ريسيرش عشان تعمل سيجمنتيشن للماركت بتاعها, فوجدت ان هي لازم تعمل تو لاينز اوف برودكت based on consumer preferences. based on marketing research اللي عملته لقيت ان هي لازم تعمل اتنين او نوعين من خطوط انتاج المنتجات الخاصة بيها. 70% of the consumer لقيهم ان هما بيعملوا washing للثوبس, الثوبس اللي هو long white dress for men, وده معروف في دول الخليج اللي هو بيسموه الثوب باللغة العربية, وهو عبارة عن long white dress for men. لقوا ان معظم الرجال بيلبسوا النوع ده من الملابس بيستخدموا different detergent, وبيستخدموا different detergent بكوانتيتي مختلفة, وبالتالي كان له negative impact على ال brightness بتاعت الثوب اللي بيلبسوه, فبالتالي بيبتدوا يفقدوا اللون او اللون الابيض او البريق بتاع اللون الابيض اللي موجود في الثوب. ففكرت الشركة ان هي تقدم لهم product وسمته بيرسيل وايت. بيرسيل وايت, بيرسيل وايت هو في different kinds of detergent. الديترجنتس دي بتقدر at the same time تقدر تحافظ لك على يبقى very clean, وتقدر تحافظ لك برضو على البرايتنس بتاعت الثوب بتاعك. at the same mentality, بنفس العقلية, فكرت الكمباني ان هي تعمل للوومن بقى اللي موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي, فعملت لقيت ان هم شغالين بحاجة اسمها عباية او ابايز. الأبايز هي عبارة عن long black dress, هي عكس الراجل بالظبط, الراجل بيلبس long white dress لكن السيدة بتلبس long black dress for woman. واستعانوا جدا بواحدة من ضمن مشاهير تصنيع العبايات في دول الخليج, which is a fashion designer called أمل مراد. بدأت تعمل promotions وتعمل enhancing للموضوع ده, ويقدروا يعملوا testing على استخدام النوع ده من الديترجن على البلاك أباس. وطبعا عملت برسيل بعد ما عملت التستنج وبعد ما عملت البروموشنز مع أمل مراد ان هي قدرت تعمل حاجة اسمها برسيل شامبو, او ساعات بيسموه برسيل بلاك. ده بيبين لك ازاي ان الكمباني لما تعمل segmentation صح, زي ما هنتعرف ازاي نعمل segmentations, بنقدر نوصل لقاعدة كاستمرز كتيرة جدا. ولو وصلت لقاعدة كاستمرز كتيرة وبالتالي تقدر من خلالها تقدم لهم الفاليو اللي حضرتك محتاجها, وكمان تاخد منهم الفاليو او الارباح او البروفيت او whatever الفاليو الكابتشر from الكونسيومر. نبتدي نتكلم على محاضرة اليوم على ايه هي الستبس عشان اعمل ديزايننج كاستمر فاليو دريفن, او اعمل ديزايننج لماركتنج استراتيجي. انا عندي 3 main steps بنسميها ال STP. STP S اختصار لكلمة segmentation, و T اختصار لكلمة targeting, و P اختصار لكلمة positioning. يبقى انا عندي كام خطوة؟ انا عندي mainly عندي 3 steps. قدامك 3 steps بتوعنا. ال differentiation هي related للtarget. ال differentiation هي related للtarget, بس احنا mainly focusing على segmentation والtarget and positioning. لو لاحظت كده قدامي ان السيجمنتيشن والتارجت هو اقدر اسميهم select customer to serve. select customer to serve, يبقى how to select customer to serve is through segmentation. how to select customer to serve, ازاي تختار العملة بتاعتك؟ بختارهم عن طريق segmentation. وبعد ما بختار segmentation ببتدي اعمل لهم التارجتنج, ببتدي اعمل selection للكاستمر اللي انا هخدمه.
في الـ other side هنلاقي كلمة decide on a value proposition. طب بعد ما عملنا segmentation وعملنا targeting، المطلوب مني ايه في الخطوة الثالثة؟ اللي انت تقدم حاجة differentiated، تقدم positions، بتعمل position للبرودكت او البراند نيم بتاعتك، يبقى هنا بنسميها value proposition. يبقى select customer to serve بيتكون من segmentation and target. We decide on a value proposition is through differentiating your offering or تعمل position للماركت او الاوفرنج بتاعك. يبقى ده الستيبس، لكن mainly كام ستيبس لو جيت سألت؟ segmentation او الاس تي بيختصر لايه؟ هو الاس، segmentation, targeting and positioning. طب select customer to serve through segmentation and targeting. Deciding the value proposition either under differentiation or what's called the positioning. Number one، هنتكلم على أول خطوة هي step number one which is segmentation. يعني إيه كلمة segmentation؟ segmentation معناها dividing، معناها dividing large and diverse market into smaller segments that can be reached more effectively and efficiently with products and services that match their unique needs. يبقى كلمة market segmentation إن أنا بعمل dividing للماركت into smaller segments. طب أنا ليه بعمل dividing للماركت؟ لأن مفيش company all over the world تقدر تعمل serving لكل الكاستمرز. لازم تعمل segmenting للكاستمرز وتختار sector أو two or more segments إن هي تعمل له serve. طب ليه أنا بختار segment أو two segment أو three أو بصرف النظر عدد السيجمنتس اللي انت بتخدمهم in order to provide the product بتاعك او ال value بتاعك او ال offer بتاعك more efficiently and more effectively. يبقى ال market segmentation هو what customer we serve، هو جزء من ال what customer to serve. ده ما احنا اتكلمنا في السلايد اللي فات. طيب ال segmentation variable، السؤال التاني ممكن تسأله هو انا ازاي اعمل segmentation، بقسم ال market ازاي؟ عندي mainly four variables، four bases، four market segmentations. لإما بيكون geographical بتقسمها جغرافيا based on nation، states، countries، cities، etc. or demographic based on age، life cycle، stage، gender، income، occupational، education. or psychographic، lifestyle and personality. or behavioral like occasions، benefits، user states، usage rate، loyalty status. وده هنتعرف عليهم باكزامبلز واحنا شغالين في الشابتر ده. يبقى انا عندي how to segment the market بتاعك، ايه هم ال variables، ايه هم ال bases اللي انت بتعمل عليهم segmentation. انا عندي four types of variables to segment the market: geographical, demographical, psychographical and behavior. Let's start to clarify each variables separately. Number one، geographical segmentation. يعني ايه geographical segmentation؟ معناها ان انت بتعمل dividing للماركت into different geographical units such as nations, countries, cities and etc. يبقى اول نوع من انواع segmentation is to divide the market into different location, different cities. يبقى to provide each cities different four B's. يبقى انا لما اقول مصر واقول السعودية، يبقى انا هقسم البرودكت بتاعي، يبقى هقسم الفور بيس بتوعي، البرودكت، البروموشن، البرايس، البليس، هيتقسموا بيس اون ايجيبت اند سعودي اريبيا. يبقى الاعلان اللي هيبقى في مصر غير الاعلان اللي هيبقى في السعوديه، يبقى في اختلاف ما بينهم هما الاثنين. طالما عملت سيجمنتيشنز ما بين ايجيبت وما بين سعودي اريبيا، خليتهم two different units، خليتهم two different markets. يبقى it means a company trying to localizing. يبقى ايه الobjective بتاع geographical segmentation؟ هدفه ايه اللي انا اقسم تقسيم جغرافي؟ اللي انت تعمل localizing their four B's to fit the needs of individual regions or cities and other localities. زي بالظبط كده اعلان اوريو. لو شفت الاعلان اوريو اللي انا كنت بقول عليه في دول الخليج غير الاعلان اوريو اللي موجود عندنا في ايجيبت، يبقى بيعمل لوكالايزنج للبروموشنز، لوكالايزنج للادفيرتايزمنت، والسيلز ايفورت بتكون ديفرنت من دول الخليج عن ايجيبت. في مثال تاني زي كارفور، هتلاقي كارفور مثلا عنده نوعين من انواع البيزنس بيشتغل فيهم او من الجيوغرافيكال يونتس، بيعمل هايبر ماركتس، وتملي الهايبر ماركتس بيكون مساحته اكبر وبيكون موجود على اطراف المدينه، زي الهايبر ماركتس اللي موجود في اسكندريه في الداون تاونز، والهايبر ماركتس اللي موجود في القاهره اللي هو على اطراف المعادي او موجود في المعادي.
إذن يبقى الهايبر ماركتس هو بيختاروا في الأماكن اللي بتكون فيها مساحات أكبر ويقدر معظم الناس تقدر تعرف تجيها. وبيعمل نوع تاني كارفور، بيعمل حاجة اسمها السوبر ماركت، يبقى هو بيعمل هايبر ماركت وبيعمل سوبر ماركت. السوبر ماركت تملي بيكون انسايد السيتيز مش خارج السيتيز، مش زي داون تاون بيبقى على حدود اسكندرية أو على حدود القاهرة زي المعادي. لكن هنا كارفور كمان بيعمل حاجة لوكالايزنج، كمان حاجات داخل السيتيز فبيسميها السوبر ماركت. يبقى كارفور ممكن يقسم الكاستمرز بتوعه بيست اون هعمل سيرفنج للكاستمر انسايد السيتي وهعمل كمان اوتسايد السيتيز اللي موجودين أو أي حد خارج على الطريق او ما بين يربط ما بين تو سيتيز مع بعض، زي مثلا الطريق بتاع القاهره اسكندريه ممكن تلاقي كارفور او هايبر ماركتس زي اللي موجود في داون تاون. يبقى كارفور بيقسم الى نوعين هايبر ماركتس وبيقسم الى السوبر ماركت. الهايبرز تملي بيعمل لينك بين تو سيتيز، والسوبر ماركتس بيكون انسايد السيتي زي مثلا سوبر ماركت اللي موجود في هيلتون جرين بلا او موجود في جرين بلازا، او السوبر ماركتس اللي موجود مثلا في المنتزه اند اتسترا. نوع تاني من السيجمنتيشن، يبقى النوع الاولاني اسمه جيوغرافيكال، النوع التاني اسمه ديموغرافيكال سيجمنتيشن. الديموغرافيكال معناها ايه؟ dividing الماركت into segment based on variables such as age and life cycle stage. دي زي اللي احنا خدناها في الشابتر اللي فات، ليه الناس بتشتري based on age. يبقى انا ممكن كمان اقسم based on age لو هم بيشتروا based on age او life cycle stage، او اقسم based on gender male and female، او اقسم based on income اقول هقدم product high income people وproduct low income people، او based on job او occupation، او based on education او religion الديانات او العقيدة and etc. ناخد examples، هختار بعض examples اللي احنا هنركز عليهم. ال age and life cycle segmentation offering different product or using different market approaches for different age and life cycle groups. لو احنا شايفين الفيجرز اللي قدامنا ده هيبين لنا لما نكون لسه نيو بورن وبعد كده نبقى بيبي وبعد كده نبقى عبارة عن ليتل جيرل وبعد كده نبقى تينيجرز وبعد كده نبقى وومن او ليدي وبعد كده نبقى وذ تشيلدرن وبعد كده نبقى ايلدرز وبعد كده نبقى ايلدرز اكبر. يبقى احنا ممكن نقسم البرودكتس بتاعي انت هتخدم انهو كاتيجوري بيست اون الايج ده. ناخد مثلا مثال كرافت اوسكار مايرز، دي براند دي معروفه في اليونايتد ستيتس وفي اوروبا. دي بتقدم لانشبل فور تشيلدرن، بتقدم وجبات او اكل او فود للتشيلدرن والتينيجرز والادلتس. كل نوع من انواع الوجبات بيختص لفئه عمريه معينه، زي مثلا التينيجرز بيبقوا محتاجين الفيتامينز اكتر فبيزود نسبه الحديد عندهم، بيزود نسبه الكالسيوم فبيعمل لهم منتجات تناسب التينيجرز دول او الادلتس او التشيلدرن اند اتسترا. يبقى ممكن البرودكت هنا يتعمل له سيجمنتيشنز بيست اون، او الماركتنج استراتيجي بتاعتي تبقى سيجمنتنج بيست اون الايج. طب في الايج مين يقول لي منتجات بتعتمد على الايج؟ زي مثلا هقول اكزامبل زي الميديسن ما يسمى بالادويه، ممكن في ادويه فقط للتشيلدرن وفي ادويه للادلتس او اتسترا او الالدرز كمان او اللي عندهم امراض معينه في السنين المتاخره. ممكن كمان زي البامبرز، المثال الكلاسيكال اكزامبل زي البامبرز ممكن يكون بيست اون الايج. نفس الكلام زي الفود برضو عندنا زي مثلا سيريلاك وجربل والكلام ده كله، كل ده بيبقى بيست اون الايج. ناخد ترو فولس، ودي مهمه قوي في ترو فولس. بيقول لك الايج از اوفتن ا بور بريدكتور اوف ا بيرسون لايف سايكل هيلث ورك اند فاميلي ستيتس نيدز اند باينج باور. Why age is a poor؟ أولا الـ statement دي أو الـ sentence دي هي true. الـ age is a poor predictor. ليه poor predictors؟ ليه؟ لأن الـ age changeable بيتغير، يعني الـ children لسه أو newborn ده بيكبر فبتلاقيه بيعمل change في الـ product. يعني كان بيلبس pampers نوع معين بعد كده هيلبس نوع تاني، بعد كده لما يبقى little girl ممكن ما يلبس خالص، يبقى إذن هو out of the market، خرج من شركة بامبرز خالص. أو كان بياكل مثلا سوريلاك بعد فترة معينة هتلاقي هو اتجه لمأكولات تانية حضرتك ما بتنتجهاش. وبالتالي الاعتماد على الـ age as a good predictor for your personal behavior it is not good predictor. يبقى هو يعتبر poor predictor for personal، سواء في الهيلث بتاعته لأن الهيلث changeable based on الـ age بتكبر فممكن الهيلث بتاعتك بتزيد، and الورك العمل بتاعك بيتغير كل ما بتكبر في الايج او الفاميلي
شكل الفاميلي بتاعك بيتغير كل ما الايدج يكبر. فبالتالي هو الفاريبلز ده فاريبل متغير، وبالتالي ما نقدرش نثبت عليه بروموشنز معين، ولا اقدر اثبت عليه برايس معين، ولا اقدر اثبت عليه اي حاجه من الفور بيس. وبالتالي طالما ما تقدرش تبقى في حاجه فيكسد بالنسبه لك، فده يعتبر حاجه poor predictor او not good predictor بالنسبه لك. يبقى الجمله هنا هي true، لان الايدج is often a poor predictor not a good predictor. ناخد example تاني على الديموغرافيكال سيجمنتيشن، الجندر سيجمنتيشن، اللي انا ممكن اقسم الماركت بتاعي بيست اون الجندر، ميل اند فيميل. ودي في امثله كتيره جدا زي الملابس كلوزنج او الكوزماتكس، يقول لك مثلا ده فور مان اند فور وومن، زي مثلا برفيومز اند اتسترا، زي تويز. هتلاقي مثلا في تويز لونها بينك بتكون للبنات او الجيرل، وفي التويز مثلا او اشكال معينه زي الدولز والحاجات دي كلها، الدول ده بيكون مثلا للجيرل، وبيكون مثلا العربيات والكارز والكلام ده كله بيكون للبويز. and الماجازينز، يعني مثلا عندنا ميني اخد اكزامبل على ماجازينز هنا بتكون دايركتد لنوع معين، زي مثلا عندنا مجله اسمها مجله ادم، فمن الاسم حتى هي التارجت بتاعها بيكون المان. وفي مجله اسمها نصف الدنيا، نصف الدنيا يبقى التارجت بتاعها هو بيكون تملي الموضوعات حتى اللي جوه بتكون ريليتد للجندر ده او اللي هي الفيميل. وعندك مثلا حواء نفس الكلام، وعندك سيدتي. كل دي مجلات او ماجازينز بيكون متقسمه او بتقدم البرودكت بتاعها والبروموشنز بتاعها والفور بيس بتاعها بيكون دايركتد لجندر معين، زي اكزامبل لوريال ونيفيا ويونيليفر دوف مين دوف مان اند اتسترا. ناو النيو ترند بقى في الجندر دلوقتي ان هم ممكن يعملوا برودكت يبقى ماتشنج مع الميل اند فيميل ات ذا سيم تايم، بيسميه اليونيسكس، وده بيبقى مشهور جدا فين؟ يبقى يونيسكس اللي هو ان البرودكت ده could be used by male and at the same time could be used by female. There is no differentiation between male and female here. طب هنا زي ايه؟ زي مثلا اديداس اند نايك. اديداس مثلا ممكن بتعمل تي شيرت، ممكن في حاجات خاصه بالسبورتنج ممكن حضرتك تلبسه كميل وممكن حضرتك تلبسيه كفيميل، بيبقى بيتسمى حتى يونيسكس. نفس الكلام ده الترينر شوز، الحاجات اللي احنا بنلبسها في الالعاب الرياضيه زي الترينر شوز. الترينر شوز ممكن يكون اللون بتاعه والديزاين بتاعه تيجي تسال عليه هو ده ميل ولا فيميل، يقول لك ده يونيسكس، ده ممكن ينفع كده وممكن ينفع كده. فده نيو ترند في الجندر سيجمنتيشن. طبعا له بينفيتس كتيره اللي انت تعمل حاجه يونيسكس زي شركه نايكي واديداس، لان البينفيتس بتاعها ان هم بيوفروا في الكوست شويه، بدل ما يعملوا اعلانين واحد للميل واحد فيميل، فانا ممكن اعمل وان ادفرتايزمنت للاثنين مع بعض. كمان البرودكشن فاسيلتيز هتكون ذا سيم فور ميل اند فيميل. الاكزامبلز التالت على الديموغرافيكال سيجمنتيشن هو الانكم، اللي انا ممكن اعمل ديفايدنج للماركت بيزد اون الانكم، زي الاوتوموبيلز مثلا، العربيات، شركات السيارات، هي بتقدم ممكن المحتوى او بتقدم البرودكت بتاعها هو بيزد اون الانكم بتاع الناس. في سيارات زي مرسيدس هاي انكم بيبل، في تويوتا بتبقى مثلا الميدل او للبداية الهاي، وفي مثلا العربيات الأقل وهكذا. نفس الكلام في الفاينانشال سيرفيسز، زي مثلا اللونز، تروح تاخد قرض من البنك يقول لك هو مرتبك كام؟ لو أنت مرتبك $10,000 أنت هتاخد قد كده لونز، لو أنت مرتبك أعلى هتاخد لونز أعلى، لو مرتبك أقل هتاخد لونز أقل. يبقى هي القروض او اي فاينانشال سيرفيس بيكون مرتبطه بالانكم بتاعك، زي مثلا الكريدت كارد او الماستر كارد هو برضه لينكد لليور انكم بتاعك. يبقى هنا بيعملوا ديفايدنج للماركت بيست اون الانكم. ونفس الكلام الترافلنج، تختار مثلا فيرست كلاس، سكند كلاس، ثيرد كلاس، ايكونومي كلاس، كل ده بيبقى بيست اون الانكم لما تيجي تسافر. حتى الهوتلز نفس الكلام، بيبقى فيه نجمه واحده، 2 ستار، 3 ستار، 4 ستار، 5 ستارز اند 7 ستارز، ده بيبقى based on الـ income بتاعنا. يبقى كده احنا على different variables لـ demographic variables. الـ variable رقم 3 هو الـ psychographic segmentation اللي هو بنسموه التقسيم النفسي. معناها ايه؟ معناها ان انا بعمل dividing للماركت based on حاجتين اتنين، لإما اللايف ستايل بتاع الكونسيومر بقدم له حاجات ماتشنج مع اللايف ستايلز، كلاسيكال بقى كاجوال، وده ممكن ينفع كمان في الملابس، يعني ممكن الملابس تتقسم based on الجندر وممكن تتقسم based on اللايف ستايل. زي AMS مثلا نمبر 1 اللي هو الاعلان بتاع بيومو فؤاد، هو بيبقى based on اللايف ستايل، يقول لك احنا بنقدم الكاجوال
الكاجوال ده نوع من انواع اللايف ستايل للكونسيومر. هنا لا اتكلمنا على انكم ولا اتكلمنا على ميل ولا اتكلمنا على فيميل ولا اتكلمنا على اي شيء، انا بتكلم على شخصيه او نمط حياه او طريقه لبس لايف ستايل. او ممكن اقسم السايكوجرافيك بيزد اون البيرسوناليتي كاركترستكس. وهنا في البيرسوناليتي كاركترستكس ممكن اكزامبل عليها زي معظم مشروبات الطاقه، مثلا الماونت ديو. تلاقي اعلانات الماونت ديو بتكون دايركت، التارجت بتاعها بيكون الناس اللي بيبقى عندها البيرسوناليتي بتاع الاكسايتمنت او الادفنتشرز اللي هو الحب المغامره والاثاره والتشويق وما شابه ذلك. يبقى ده ممكن ان انا اقسم البرودكت او الماركت بتاعي بيست اون البيرسوناليتي كاركترستيك. ده اكزامبل على البوهيميان لايف ستايل اللي هو الاشكال اللي بيبقى فيها الكلاسيكال مع النيو ستايلز، البوهيميان لايف ستايل زي اللي موجود في الاكسسوارز بتاعه الفيميل. وبرضه نفس الكلام بيرسوناليتي زي اعلان او البرودكت اللي اسمه ماونت ديو او اي اعلان مشروبات طاقه بيكون عاده التقسيم بتاعه بيرسوناليتي كاركترستكس. يبقى ده السايكوجرافيك سيجمنتيشن. السيجمنتيشن الرابع، الفاريبلز الرابع، هو البيهيفير سيجمنتيشن. يعني ايه بيهيفير؟ بيهيفير اللي انا بقسم الماركت بيزد اون نوليدج اتيتيودز يوزز اوف برودكت ريسبونسز تو ذا برودكت، اور ان انذر مينينج اللي انا بقسم السيجمنتيشن بيزد اون اوكيشن سيجمنتيشنز، اللي انا بقسم الماركت انتو سيجمنت اكوردنج تو تايم وين باير جيت ذا ايديا تو باي، when buyer gets either to buy actually make their purchase or use purchase items. زي ما بيعملوا ستاربكس مثلا. ستاربكس لما نيجي في الاوتوم مثلا تلاقيه منزل برودكت اسمه بامبكين سبايس لاتي. بامبكينز لان تملي في الاوتومز بيبقى مشهور بالبامبكينز، تمام؟ وبالتالي يبقى ده تقسيم based on time معين، when buyer gets idea to buy. الكلام ده بقى ممكن ينطبق علينا في الاعياد والحاجات اللي هي بتبقى موجوده عندنا في مصر عندنا، يبقى بناكل مثلا انواع معينه من الاكل في اوقات معينه، يبقى ده ممكن يبقى based on behavior segmentation. نوع ايه البيهيفير ده؟ بنسميه occasion segmentations. ممكن نقسم الماركت كمان behavioral based on benefit segmentation. يعني ايه؟ يعني dividing market according to different benefits that the consumer think from the product. يعني مثلا انا هقدم product، هقدم الماركت بتاعي منتجات low calories products او low calories food، يبقى ده based on benefits. او Fitbit tracking device اللي هو زي الwatch اللي قدامنا دي بتساعدنا ان انت تعمل tracking your health، بتساعدك على ان انت تشوف الصحة بتاعتك عاملة ازاي، نسبة الكالوريز، نسبة نبضات القلب and etc. يبقى ده بنسميها البنفيتس، اللي انا ممكن اقسم الماركت based on benefits. وحتى المثال التقليدي اللي هو النظافة والريحة والطفيف بتاع بونكس ده برضو تقسيم behavior، بيقسم based on benefits، بيديك 3 types of benefits. زي ما يقولك البرودكت ده 2 في 1، يبقى ده based on behavior. نوع ايه البيهيفير ده؟ نوعه benefits. لما اقولك 2 in 1 يبقى انا بشتري 2 in 1، وزي ما هنشوف examples في السلايدز الجاي. او اقسم بيزد اون يوزر ستيتس او يوزج ريت. يعني ماركت كان بي نون يوزرز، اكس يوزرز، بوتنشال يوزر، فيرست تايم يوزر، ريجولر يوزر اند اتسيتيرا. يعني مثلا نقول فيرست تايم يوزرز، ممكن اقسم الماركت اللي انا التارجت بتاعي هيكون فيرست تايم مام، الام الجديده اللي لسه عندها طفل حديث، يبقى بروح لها المستشفيات واقدم لها البرودكت بتاعتي الخاصه، سواء كانت هيلث care products او سواء كان pampers and etc. يبقى ده التارجت بتاع اللي هو اسمه first time users. او ممكن يكون non users اللي هو ناس بتستخدم براندات تانية خالص، ما بتستخدمش البراند او عمرها ما تستخدم البرودكت ده اللي هو pampers، بتستخدم ادوات تانية خالص او ما بتستخدمش مثلا نوع معين من الكريمز او الجل او etc. يبقى therefore نركز عليهم. يبقى ده benefits، بتقدم مجموعة من البرودكت علشان الناس بتستفاد من ده، نوع من انواع البيهيفير. يبقى ده البيهيفير بيزد اون ايه؟ بيزد اون اليوسج ريت او بيزد اون اليوزر ستيتس. هل هو يوزرز عندي؟ هل هو اكس يوزر كان عميل سابق بالنسبه لي؟ زي البنوك مثلا تيجي تسالك حضرتك كنت عميل عندنا ولا انت عميل جديد؟ فيرست تايم يوزر ولا ريجولر يوزر ولا انت عميل عندنا؟ يبقى ده ممكن تقسيمه ثانيه اقسم بيها البيهيفير سيجمنتيشن، بيزد اون اوكيشن سيجمنتيشن، بنفيت سيجمنتيشن، اور يوزر ستيتس سيجمنتيشن. لو جينا شفنا الاكزامبلز اللي قدامنا ده على البيهيفير سيجمنتيشنز، ذا فريج ويز ده شركه ال جي كانت عامله البرودكت ده، ذا فريج ويز بيلت ان تي في از تارجتد تو لوور
to owner who watches television in the kitchen. يبقى هنا بتقدم لي ايه؟ فانا السؤال بيقول which segmentation variables this fridge is using. ببساطة خالص هو كده two in one. يبقى هنا بيركز على ال benefits بتاعنا او بيركز على ال behavior. يبقى ال answer which segmentation variables يبقى هنا هيكون behavior. طبعا psychographic مش ماشية ولا demographic، لا اتكلم على income ولا اتكلم على gender ولا الكلام ده كله، ولا اتكلم على geographical area. هو بيقول التارجت الاونر هو watches television in the kitchen، الناس اللي بتحب تسمع التلفزيون داخل الكيتشن. فعملنا التلاجة 2 في 1 جواها built in التيفي بتاعنا. يبقى ده مثال بسيط على ال variables اللي اسمه behavioral segmentation. ممكن يكون الديموغرافيك هو most suitable للعربية اللي ده based on the income. لو احنا بيعمل dividing للماركت based on income فممكن دي تكون التارجت بتاعها بيكون middle income people. يبقى ممكن نقول كده ان package number 4 most suitable segmentation base هيكون demographic. يبقى احنا suggest ان package number 1 يكون geographical و package number 2 هتكون psychographic، package number 3 هتكون behavioral و picture number 4 هتكون demographic. requirement for effective segmentation. احنا كده خلصنا segmentations، بس عشان نختار هل هنختار demographic ولا geographic ولا psychographic ولا behavior، لازم يبقى في معيار للاختيار. امتى اختار geographical او demographical او behavior and etc. اي variables من اللي احنا درسناهم لغاية دلوقتي انت بتختار based on 5 حاجات. ان لازم التارجت اللي انت هتختاره او الفاريبلز اللي انت هتختاره يكون ميجرابل، تقدر تقيس السيجمنت ده. دي نمبر 1 زي السايز، البرتشيسنج باور او البروفايل اوف سيجمنت. 2 لازم يكون اكسسبل، يعني انت قلت مثلا ان انا هختار الايج من سن 0 لسن سنتين، هتقدر توصل للسن ده ولا لا؟ اقدر اوصل له. السن ده بيبقى موجود في البيت وموجود في النيرسري، موجود في الحضانات، وممكن موجود في الهوسبيتالز بتاعت الاطفال. يبقى كان بي ريتشد. سبستانشال، لازم التارجت اللي انت بتختاره، يعني اخترت مثلا ميدل انكم بيبل او الجندر نوع معين ميل او فيميل، لازم يكون لارج او بروفيتبل، لازم يحقق لك ارباح معينه. يبقى ما نقدرش نختار سيجمنت صغير ما يكونش بروفيتبل بالنسبه لك، او تختار مثلا ميل والميل اصلا مش بروفيتبل بالنسبه لك، او فيميل والفيميل مش بروفيتبل بالنسبه لك. يبقى 3 حاجات لازم يكون سبستانشال. نمبر 4 لازم يكون ديفرنشيبل. يعني ايه ديفرنشيبل؟ يعني لازم تكون لما اجي اقول هقسم الماركت بتاعي بيزد اون ميل اند فيميل، هل البرودكت هيكون فيه ديفرنت ريسبونس لو انا قسمته الميل اند فيميل؟ الملابس مثلا، الملابس دي ما ينفعش الميل يلبسها او الفيميل ما تنفعش تلبسها لان هي ميل. يبقى اذا في ديفرنت ريسبونس. لكن لما اجي اقول مثلا على اكل معين واقول ان الاكل ده هيكون ميل وفيميل، فممكن الاكل don't respond differently وبالتالي مش هيكون فيش differentiable في السيجمنت بتاعك. لازم يكون actionable. actionable يعني you can develop programs لكل سيجمنت. انت قسمت السيجمنت ميل وفيميل، هل هتقدم programs، هتقدم 4 بيز للميل تختلف عن ال 4 بيز للفيميل ولا لا؟ في action هتقدر تاخده ولا لا؟ يبقى احنا عندنا 5 requirements for effective segmentation ما ننساهمش. يبقى هما requirements for effective segmentation: measurable, accessible, substantial, differentiable, and actionable. بعد ما خلصنا السيجمنتيشن نيجي للخطوة الثانية اللي هي التارجت، ماركت تارجتنج. What does it mean by market targeting؟ بعد ما بعمل تقسيم ببتدي اختار. يبقى التارجت ماركت هو set of buyer who share common needs or characteristics that a company decides to serve. ومن هنا بقى عملية الاختيار. طب انا اخترت التارجت بتاعي ميل او فيميل، يبقى ده اسمه الماركت تارجت. اخش ازاي الماركت ده؟ عندك 4 انواع من الاستراتيجيات علشان تخش اي ماركت انت اخترته من عملية السيجمنتيشن اللي كانت في ستيب نمبر 1. رقم اول استراتيجي بقى اسمها ايه؟ ماركت تارجتنج استراتيجي. ماركت تارجتنج استراتيجي، محدش يتلخبط ما بين الخطوات بتاعت الماركتنج استراتيجي اللي هو الاس تي بي اللي هو السيجمنتيشن تارجت ماركت بوزيشننج، وما بين الماركت تارجتنج استراتيجيز. لما اقول ماركت تارجتنج استراتيجيز هم 4 استراتيجيات. اول استراتيجيه اسمها ان ديفرنشيتد او ماس ماركت. يعني انت حضرتك بتقدم برودكت، وان برودكت فور اول، وان اوفر فور اول، زي ما عملت كده في الاول خالص بيبسي او كوكاكولا.
كانت بتنزل منتج واحد لكل الماركتس، سواء مصر، دول عربية، دول أوروبية، سواء ميل، سواء في ميل، سواء هاي انكم بيبل، لو انكم بيبل، وان برودكت فور اول. يبقى هي ماركت كفرج استراتيجي ان ويتش فيرم ديسايد تو اجنور ماركت سيجمنت ديفرنسز بصرف النظر and go after the whole market with one offer. يبقى لما نعمل ignore the market segment ونقدم one offer دي بسميك undifferentiated strategy. example عليها مثلا كوكا كولا او بيبسي. second strategy العكس، اللي انا اقدم differentiated segmented marketing strategy. the market coverage strategy in which a firm target several market segments and design separate offers for each. يبقى هنا العكس، يبقى بعمل ايه؟ ما بعملش ماركت واحد، لا ده انا بختار different several market segment وكل segment بقدم له separate offers. طب مين يديني examples على كده؟ example على كده من ضمن examples المشهور قوي شركة تايد، عاملة حاجة اسمها تايد فاميلي. تايد فاميلي يعني بتقدم different products، كل انواع التايد اللي تتخيلها، باودر وجيل. يبقى الناس اللي بتحب السيجمنت اللي بيحب الجيل موجود، سيجمنت اللي بيحب الباودرز موجود. عملوا كمان سبراي، تايد سبراي، يبقى تايد سبراي. عملوا ديفرنت برودكت وديفرنت اوفر لكل سيجمنت هم بيشتغلوا فيه. الاستراتيجيه نمبر 3 هي كونسنتريتد او نيتش ماركتنج، ودي ان ويتش فيرم جوز افتر لارج شير اوف وان اور فيو سيجمنت اور نيتشز. لما الكومباني بيكون عندها ليميتد ريسورسز وما تقدرش تعمل كفرنج لكل الماركت، فبتيجي تاخد جزء من الماركت after goes a large share of one or few segment or niches. بدل ما يكون لها shares صغير في ماركت كبير، فبيبقى لها شير كبير في ماركت صغير. يبقى بتختار، بتبقى concentrated على ماركت معين وتشتغل عليه، تقدم منتج او اتنين على قطاع صغير في دايرة معينة في بلد معين. والمثال على كده مثلا شركة كوتينيل، لما بدأت كوتينيل بدأت بـ concentrated، ركزت قوي على الملابس الداخلية، وبعد كده بدأت ان هي تنطلق في استكمالا بقى لمنتجات اخرى كتير. يبقى هي ركزت، كان عندها limited resources، ركزت على مصر for example، وبعد كده كملت او ركزت على بلد معينة، وبعد كده كملت ببرودكت معين في segment صغير. يبقى ده اسمه concentrated. strategy number 4 اسمها micro marketing. والmicro marketing معناها tailoring products and marketing programs، معناها بفصل المنتج والفور بيز على حسب حاجتين اتنين، لإما اللوكل لإما individual، لإما لوكل لإما individual. يعني يبقى المايكرو ماركتينج هي عبارة عن tailoring product and marketing programs and can be classified into two main strategy: local marketing strategy و individual marketing strategy. ايه الديفرنس ما بينهم؟ اللوكال جايه من الاسم، كلمه لوكال localizing، يبقى هنا بعمل tailoring، باخد الكلمه من فوق، للبراند والماركتنج to the needs and wants of local customer segments cities مثلا for example. طب اديني مثال، زي مثلا الفنادق، سلسله الفنادق مثلا الموجوده، تلاقي سلسله الفنادق لما تيجي تفتح في مصر تلاقيها بتقدم خدمات مختلفة شوية عن الخدمات اللي بتقدمها مثلا نفس العلامة التجارية مثلا زي الفور سيزون او مثلا هيلتون اللي موجود في مصر غير هيلتون اللي موجود في لندن. يبقى ليه بيعمل كده؟ بيقدم ليه؟ لانه بيخدم او بيقدم الماركتنج بتاعه اللي هم الفور بيس بتاعته على حسب احتياجات مصر. يبقى هنا مثلا في مصر ما بياكلوش مثلا اكل معين، يبقى انا بعمل الاكل ده. يجي في رمضان بيعمل احتفالات معينه ممكن ما يكونش موجود في هيلتون اللي موجود في لندن، يبقى ده بيعمل لوكالايزنج للماركتنج استراتيجيز بتاعته بيست اون السيجمنت اللي هو بيخدمه. او يعمل انديفيدوال ماركتنج. individual marketing اللي هو ساعات بيسموه tailoring product and marketing program to the needs and the preference of individual customers، ساعات بيسموه individual customers strategy. يبقى ال individual marketing معناها اللي انا بعمل tailoring product based on one by one، ساعات بيسموه one by one، كأنه زي ما بقول كده انا بعمل منتج لكل شخص. وده بيبقى زي شركات السيارات لما بتعمل حاجه اسمها سبيشال اديشن، لما عملت مثلا شركه ابل الموبايل اللي خده محمد صلاح. نفس الكلام العربيات لما تعمل مثلا فيرجن معين سبيشال اديشن لناس معينه بالطلب، يبقى ده اسمه انديفيدوال ماركتنج. شركه ديل بتعمل نفس الكلام، بتخدمك ان انت بتعمل بيلدينج ليور بي سي بيست اون يور بريفرنس، ده انديفيدوال ماركتنج. انت اللي بتعمل الكمبيوتر بالمواصفات اللي انت عايزها،
يبقى ده اسمه انديفيدوال ماركتنج. بتخش على الويب سايت بتاع شركه ديل مثلا او شركه اتش بي او اي شركه من الشركات العالميه، بيسمح لك تختار مواصفات اللي انت عايزها. طالما بيسمح لك يبقى هو بيتعامل معاك 1 تو 1 او انديفيدوال ماركتنج. يبقى ده رابع استراتيجي. يبقى عندنا اربع انواع من الاستراتيجيز اقدر اخش بيهم الماركت. يا اما ادخل ب undifferentiated يبقى بعمل اجنور لاي ديفرنس موجود في الماركت واخش بان اوفر، يا اما differentiated يبقى العكس بعمل different segment وبقدم لهم different marketing program، او اعمل concentrated يبقى انا بركز على segment او few niches عشان يبقى ليا ماركت شير عالي فيه، او اعمل مايكرو ماركتنج اللي انا بعمل تيلرنج للبرودكت والماركتنج بروجرام بيست اون اللوكال سيجمنتس او بيست اون انديفيدوال او 1 تو 1 سيجمنتس. كده التارجت استراتيجيز. الخطوه الثالثه في السيجمنتيشن هو البرودكت بوزيشن. What does it mean by product position؟ احنا قدامنا مجموعة اعلانات زي ايكيا، زي مثلا تايد، وان ووش ميركل، زي مثلا شركة فيزا العالمية اللي بتقول everywhere you want to be، وزي شركة او مطاعم المشهورة في الولايات المتحدة الامريكية. كلمة market position او product position معناه هي the way product is defined by consumer on important attributes. The place it occupies in consumer minds relative to competing products. يعني to what extent the consumer remember you. To what extent the consumer لما بيروح يشتري بيشتري العلامة التجارية بتاعتك. يبقى to what extent the consumer place it occupies in consumer minds. To what extent in the brand name occupies in consumer minds. In consumer minds. طيب هتسألني سؤال، هي بتتقاس ازاي البوزيشن ده؟ يعني ازاي احس ان الكونسيومر عارفني او مش عارفني، او انا عندي بوزيشن ليا مكانه ذهنيه لدى العميل او ماليش مكانه عند العميل. واحده من ابسط الطرق اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نقيس البوزيشننج بتاع البرودكت بتاعك، بنعمل حاجه اسمها بوزيشن ماب. ايه البوزيشننج ماب؟ زي الاكزامبل قدامنا بتاع اليو اس اوتو ماركت، ده بيتعمل لكل صناع السيارات اللي موجودين في الولايات المتحده الامريكيه، زي الكاديلاك، زي الانفينيتي، زي اللكسس، زي اللينكولن، زي التويوتا، زي اللاند روفر. بنعمل ايه؟ بنعمل تو دايمنشن، اورينتيشن وبرايس. البرايس اما بيكون لو اما بيكون هاي، والاورينتيشن يعني مثلا العربيه دي لكشري كار ولا بريفورمنس، بتبقى فوكس اكتر على الرفاهيه ولا فوكس اكتر على الاداء. وبنبتدي نحط البوزيشن ونجيب الكاستمرز ونسالهم، نقول له الكاديلاك بالنسبة لك هي luxury actor ولا performance ولا هي mix ما بين الاثنين؟ فيقول لك هي mix ما بين الاثنين. طب بالنسبة للأسعار يقول لك مثلا هي يعتبر medium في الأسعار أو high في price. كم واحد accepted the position ده؟ تلاقي كتير، فبياخد دايرة أكبر. نيجي مثلا لشركة لينكولن أو شركة لكسس أو شركة تويوتا وهكذا. تويوتا هي بتعتمد أكتر على performance اللي هو brown cycle، ده هتلاقي معتمد أكتر على performance. ده من وجهة نظر العميل. يبقى العميل لو بيدور على حاجة فيها performance هتلاقيه بيقول كلمة تويوتا. عرفت منين؟ سألت العميل انت البرفورمانس انه واحدة من دول high performance؟ يقول لك مثلا تويوتا. ومين تاني high performance؟ يقول لك مثلا لاند روفر او رانج روفر. كل دول بيبقوا high performance. لو جينا اتكلمنا على luxury car مثلا، لو شفنا البينك هيقول لك Lexus عندها luxury car عالية قوي. ومين الميكس بيبقى فيها performance؟ يعني هي سيارة رفاهية وفي نفس الوقت فيها أداء عالي، بيبقى فيه ميكس زي الدوائر اللي موجودة في النص، زي مثلا البلو اللي قدامنا زي الكاديلاك أو الانفينيتي كيو اكس أو اللينكولن نافيجيتور. يبقى ده مثال على ازاي اعمل اشوف البوزيشنز بتاعي، بيسميها بوزيشننج ماب. نفس الكلام احنا ممكن نطبقه في السوق عندنا في مصر. لو انا قلت مثلا مثال، قول لي ايه هي الايجيبشن شوكليت بار ماركت، عايزك تصنف لي وتقول لي ايه هي مكانه الشوكولاته اللي موجوده في مصر في ذهن العميل. يبقى احنا عندنا مجموعه شوكولاتات كتيره جدا، عندنا مثلا مارس، عندنا مثلا تويكس، عندنا كاتبري كيت كات اند سنيكرز اند اتسيتيرا. يبقى انا ممكن من كل دول اعرف هقسمهم الى هاي كواليتي وبرايس. مين الكواليتي بتاعها عاليه من وجهه نظر الكاستمرز، والبرايس بتاعها. البرايس بتاعها انا ممكن اجيبه من اي سوبر ماركت واشوف لو هي هاي ولا لو ولا ميديوم. وفي نفس الوقت اسال الكاستمر انت بالنسبه لك مين الهاي كواليتي، مثلا يقول لك الكيت كات، يبقى كيت كات هيتحط في الهاي. طب البرايس بتاعها it may be medium، يبقى يتحط هنا في الميديوم وهكذا. يبقى احنا ممكن نعمل positioning map لمثال بسيط قوي زي الايجيبشن شوكليت بار الموجود عندنا. نفس الكلام انا ممكن اعمل للايجيبشن بلين ميلك. لو انا عايز اعمل مثلا منتجات الالبان اللي موجوده في مصر، ايه البوزيشن بتاعها عند الكونسيومر؟ فاقول مثلا اول حاجه مثلا المراعي،
لما سألت الكاستمرز قال لك المراعي هو البرايس بتاعه هاي، لكن الكواليتي بتاعته تعتبر مودريت. if it compares مثلا مع مزارع دينا، هتلاقي مزارع دينا الكونسيومر بيقول لي احنا مزارع دينا لو بندور على هاي كواليتي بنشتري على طول دينا، يبقى هو البوزيشنز بتاعه هاي كواليتي، at the same time هو البرايس بتاعه عالي. لكن لو بندور على حاجه ما بين المودريت كواليتي وما بين الهاي بنشتري لامار، الكلام اللي بيقوله ده الكونسيومر، والبرايس بتاعه بيكون ما بين اللو ما بين المودريت. لو احنا عايزين حاجه ما بين المودريت تو لو كواليتي ولو برايس تو مودريت برايس، احنا بنروح نشتري جهينه. يبقى دي البريفرنسز بتاعت الكونسيومر. الكونسيومر شايف الالبان كده، شايف ان دينا هي هاي كواليتي، يبقى ده البوزيشنز بتاعها هي هاي كواليتي بوزيشن، وشايف ان الاسعار بتاعها هاي، وشايف ان المراعي هي مودريت في الكواليتي، يبقى البوزيشنز بتاعها مودريت اند اتسترا. طبعا ده بيعتمد على الكونسيومر او الماركتنج ريسيرش اللي انت بتعمله او بحوث التسويق اللي انت بتعملها عشان تحدد البوزيشننج ماب بتاعك. يبقى ده مثال بسيط على الايجيبشن بلين ميلك ماركتس اللي موجود عندنا. اخر حاجه، ازاي نعمل سيلكتنج للبوزيشننج استراتيجي. انا هقدم البوزيشننج استراتيجي بتاعتي ازاي، هعملها ازاي. قدامنا الفيجر ده مهم قوي، بيوضح لك ازاي تعمل بوزيشننج استراتيجي. الشركات بيبقى قدامها خمس استراتيجيات زي اللي قدامنا دلوقتي 1 2 3 4 5. عشان تعمل بوزيشن في ذهن العميل قدامها خمس استراتيجيات. الاستراتيجيه الاولى ان هي تعمل حاجه اسمها مور اند مور. طب تعالى نقرا الاول هو ايه الفيرتيكال وايه الهوريزونتال. الفيرتيكال قدامي هو عباره عن البينيفيتس، حجم البينيفيتس اللي حضرتك هتقدمه للكونسيومر اللي هو الفاليو بروبوزيشنز، هيكون مور ولا ذا سيم از ذا كومباتيتورز ولا هيكون ليس ذان الكومباتيتورز، وفي المقابل البرايس اللي انت هتقدمه هيكون مور ولا ذا سيم ولا ليس. في التو دايمنشن دول بينيفيتس اند برايس عملنا حاجه اسمها اوفر اول بوزيشننج استراتيجيز او بوزيشن استراتيجي. اول استراتيجي او اول سيل قدامنا حاجه اسمها مور اند مور. طب تعالى نقراها كده، يعني مور بينيفيت فور مور برايس، مور بينيفيتس فور مور برايس. طب اديني اكزامبل على شركات البوزيشنز بتاعها هنا مور بينيفيتس اند مور برايس. زي مرسيدس بتقدم لك مور بينيفيتس بس يو هاف تو باي، دي نمبر 1. زي ستاربكس بتطلب حاجات غاليه بس بيبقى فيها بينيفيتس اعلى. زي كمان الفور سيزون، لما بتروح فندق الفور سيزون بيقدم لك منتجات او مور بينيفيتس بمور برايس. يبقى ده اكزامبل على اول استراتيجي او اول بوزيشن اللي انت تقدم مور بينيفيتس وذ مور برايس، زي شركه مرسيدس، زي شركه زي الفور سيزون وزي ستاربكس. طيب تعالى هنا مثلا مور بينيفيتس فور ذا سيم برايس. مين يقول لي مثال على البوزيشن ده او السيل دي؟ مور benefits for the same price. For the same price يعني بقدم لك benefits كتيرة بنفس سعر المنافس التاني الأقل، مثلا الأقل مني. مثلا نقول زي كارفور. كارفور بيقدم لك هايبر ماركت، مكان واسع تقدر تعمل فيه شوبينج براحتك خالص، وأسعاره جوه هي نفس أسعار فتح الله الأصغر منه في المساحة أو اتسيتري. بقدم لك more benefit for the same price as competitors do. يبقى ده مثال. طب تعال ناخد سيل نمبر 3 اللي هي عباره عن مور بينيفيتس فور ليس برايس. بيقدم لك حاجات كتيره جدا، بينيفيتس كتيره جدا، ممكن البينيفيتس ده حجمه اكبر، ممكن البينيفيتس ده ديسكاونت اعلى بليس برايس. زي مين مثلا بيعمل الكلام ده؟ زي مثلا الاوفيس سبلايز، الناس اللي بتقدم الادوات المكتبيه. ناخد مثال مثلا كمال سعد. كمال سعد تلاقي مثلا اسعاره اقل من اسعار المنافسين وبيقدم بينيفيتس اكتر، انواع اكتر، فرايتي اكتر. لما بتروح مثلا محلات كمال سعد تلاقي فيه الالوان كلها موجوده، اشكالها احجامها، الكتب الكراسات مش عارف ادوات الاوفيس كلها موجوده، عكس مثلا المحلات اللي بره ممكن يبقى في حاجات ناقصه عندها. يبقى بقدم لك مور برودكتس، عندي فرايتيز كتيره جدا، وفي نفس الوقت لو جيت اشتريت من عندي هتلاقي اقل من اي مكتبه انت تشتري من عندها بره. يبقى ده اسمه ايه؟ مور بينيفيتس فور ليس برايس. يبقى اكزامبل الاوفيس سبلايز او كمال سعد لو انت عايز تاخد مثال. استراتيجية تانية the same for less. the same for less معناه ايه؟ معناه بقدم لك نفس البينيفيتس اللي موجودة عند المنافس ولكن بليس برايس. طب examples على كده، شركة سامسونج بتقول الكلام ده وشركة امازون بتقول الكلام ده، بتقول احنا بنقدم تابلتس like apple tablets
ذا سيم اوبشن، ونفس البرامج اللي تستخدمها في الابل انت ممكن تستخدمها عندي، ولكن سعري انا كسامسونج تابلت از ليس ذان السعر اللي موجود فين عند ابل. يبقى هنا بيقدم ذا سيم بينيفيت فور ليس برايس. The last sell أو last strategy هي less for much less. Less for much less. ودي من الحاجات المشهورة قوي مثلا في فندق رمادة، رمادة هوتلز. بيعمل إيه رمادة هوتلز؟ بيديك الباكج وحضرتك بيبقى في مجموعة benefits، كل ما تشيل benefits كل ما السعر يقل. يعني مثلا أنا مش محتاج إن أنا آخد اللانش أو الدينرز عندك، أوكي يبقى هشيل لك التكلفة بتاعت اللانش والدينرز فبالتالي تقل. less benefits يبقى شيلنا حاجه، فبالتالي السعر ايه اللي يحصل؟ هيقل. مثلا انا مش محتاج ان انا استخدم اي سبورت فاسيلتس موجود في الرماده هوتلز، مش هروح مثلا حمام السباحه، مش هروح مثلا الجيم، الكلام ده كله، وبالتالي يبقى خلاص يبقى سعر الغرفه هيقل لما هاخد منه التو بنفيتس دول. يبقى هنا معناه ايه؟ less for much less، يعني less benefits كل ما نشيل benefits لازم السعر ايه؟ يقل. يبقى دول الخمس استراتيجيات اللي انت ممكن تثبت بيهم البوزيشنز بتاعك داخل الماركت بتاعك، داخل الماركت. الاستراتيجيات الحمراء اللي قدامك اللي هي بالريد دي تعتبر less او losing، ما ينفعش ان انا اقدم استراتيجيات بهذا الشكل. كاكزامبل مثلا هنا less، ما ينفعش ان انا اقدم less benefit for more price، ما بتقدمش خدمات خالص ولا benefits وبعد كده تقول انا عايز high price، ده ما ينفعش يحصل. بكده يبقى احنا كده اتكلمنا النهارده على الاس تي بي، اتكلمنا على السيجمنتيشن فاريبل اربع انواع، واتكلمنا على الاستراتيجيز بتاعتنا هم اربع انواع من الاستراتيجي بتاعت التارجت، واتكلمنا على البوزيشنز وهم خمس استراتيجيات للبوزيشن، وخدنا براكتيكال اكزامبل لاكثر من نوع في السيجمنتيشن او في التارجت او كمان في البوزيشن. بكده تنتهي محاضره اليوم، اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.